أعزائي، من ضمن الاتفاقيات، من ضمن 10 اتفاقيات وقعت في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية، كان الاتفاق على التعاون، مزيد من التعاون ما بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية وما بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. برنامج يوم جديد كان له السبق في أنه في البث المشترك مع التلفزيون المصري في شهر 12 الماضي. إذن يعني كان في 10 اتفاقيات وقعت ما بين الأردن ومصر، كان منها الإعلام، السياحة، النقل، الطاقة. في كل سنة تعقد هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا والملفات العالقة أو الملفات المهمة ما بين البلدين الشقيقين. مصر دولة شقيقة وقريبة إلى الأردن. كانت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 25 في المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس، وكان ضيف وترأس اللجنة العليا المشتركة عن الجانب المصري دولة المهندس إبراهيم محلب، وعن الجانب الأردني دولة الدكتور عبد الله أنسور. يعني المهندس إبراهيم محلب دولته أيضا كان له لقاء مع سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. برنامج يوم جديد كان له لقاء خاص وحصري للتلفزيون الأردني مع دولة المهندس إبراهيم محلب. خلينا نشوفه مع بعض. أعزائي المشاهدين، العلاقات الأردنية المصرية علاقات متميزة على كافة الأصعدة، بدءا من جلالة الملك عبد الله الثاني وعلاقته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستثمار وغيرها، والعمالة الأردنية موجودة على الأراضي الأردنية بالإضافة إلى الجالية الأردنية الموجودة على الأراضي المصرية. للحديث عن هذه التفاصيل ضيف عزيز على الأردن اليوم دولة رئيس الوزراء السيد المهندس إبراهيم محلب. دولتك يعني اليوم موجود في الأردن، طبعا العلاقات الأردنية المصرية هي علاقات متميزة جدا على كافة الأصعدة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة للأردن من أقل من أسبوع، واليوم دولتك التقيت جلالة الملك عبد الله الثاني. ماذا تقول عن لقائك بجلالة الملك؟ أولا دعيني أهنئ الشعب الأردن ملكا وحكومة وشعبا بعيد الاستقلال. كانت مناسبة متميزة أن أكون النهاردة بينكم، وكان شرف كبير لي أن أنا ألتقي بجلالة الملك عبد الله الثاني. نقلت إليه تحيات وتقدير من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كان الحقيقة كان حريص أنه يتواجد معكم في مؤتمر ديفوس. ثم استعرضنا كل جهود الحكومة المصرية مع جهود الحكومة الأردنية في بقى تطبيق السياسة على أرض الواقع، لأن هناك تطابق كبير جدا في وجهات النظر في جميع القضايا، ولكن الأهم من ذلك هو أن فعلا نبتدي نطبق هذا بين الحكومتين وبين الشعبين، لأن يكون تكامل حقيقي، تكامل في الاستثمار، تكامل في التنقل، تكامل في كثير من المجالات زي المجال التعليمي. الحقيقة كنت بتشرف في هذا اللقاء مع جلالته، كان مع السيد دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله الناصور، ويعني رفعنا لجلالته ما دار في المباحثات، ملفات كثيرة، اتفاقيات كثيرة وقعت، وكان الحقيقة أخذنا منه كل المباركة والتشجيع للاستمرار في هذا الاتجاه. نعم، يعني اجتمعت اليوم باللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية وهي اللجنة 25. أيوة. ماذا هل كان يطبق ما كان يؤخذ من قرارات واتفاقيات خلال 24 لجنة السابقة، وإلى أي مدى مهمة؟ إلى حد كبير، ولكن إحنا ناظرين للمستقبل بعجلة تزايدية أكثر كثيرا مما كان يطبق. الحقيقة يعني كان في كل المجالات إحنا استعرضنا العلاقات في مثلا في مجال التعليم، وكان من المطالب التي لبيت فورا ان كان الدكتور عبد الله بيطلب زياده الفرص الدراسيه في مجال الطب من 15 الى 50. فورا وافقنا على اتاحه 100 فرصه دراسيه. كنا بنتكلم مثلا في مجال الطيران على اساس ان يكون هناك خط بين العقبه والقاهره، وفعلا وافقنا. وده الفرق بقى، ان احنا خدنا قرارات 600 مقعد كل اسبوع، اتصلت بالسيد وزير الطيران لاتخاذ الاجراءات
فورا لبدء هذا الخط اللي احنا شايفين ان شاء الله انه هيكون ليه اثر ايجابي جدا. اتكلمنا في مجال الربط الكهربائي وهذا موضوع مهم جدا. اتكلمنا ايضا في مجال التكامل في الغاز بين مصر والمملكة الأردنية، في مجال تداول السلع الغذائية وخاصة في مجال الزراعة والمحاصيل سواء الفاكهة أو الخضار. وخدنا قرار فورا أن يشرفنا بزيارة السيد وزير الزراعة على أساس أنه يجتمع بشقيقه الوزير المصري لوضع ما اتفقنا عليه في إطار تنفيذي. المهم التنفيذ، هناك إرادة سياسية قوية جدا، هناك مباركة شعبية أقوى، وبالتالي وهناك أيضا فرص، فكلها الحقيقة مجالات هامة تكلمنا فيها وتحدثنا فيها. هناك عدة اتفاقات، مثلا التعاون في بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والتلفزيون الأردني، هناك أيضا ملفات كثيرة في مجال أيضا المواني كان ومجال الطرق، تداول الشاحنات. فالحقيقة كانت ملفات كلها، وتوجت هذا بالتوقيع بيني وبين الدكتور عبد الله النصور على ما اتفق عليه. نعم، هناك ملفات عديدة ما بين الأردن ومصر، ويعني دولتك ذكرت الكهرباء والطاقة، وهي كانت من أهم الملفات اللي بتواجه، يمكن أهم التحديات بتواجه معظم الدول العربية. وعندما نذكر في المنتدى الاقتصادي العالمي، الملك عبد الله الثاني أشار في كلمته إلى الطاقة البديلة، دولتك افتتحت الكهرباء، محطة الكهرباء في السخنة، يعني هناك جهود حثيثة لحل تحدي الطاقة. هل هناك أيضا ممكن يكون في تكامل أو يكون في اتفاقيات فيما يتعلق بالطاقة، تبادل خبرات ما بين الأردن ومصر؟ ده أكيد. يعني أولا الهدف هو الربط الكهربائي بين الأردن ومصر، ولكن التبادل خبرات. يعني النهاردة عرضنا ما يطلق عليه التعريف الموحدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لأنها كانت دراسات كبيرة الحقيقة استطعنا في مصر أن ننفذها. عرضنا انها يعني تسلم للجانب الاردني في مجال طاقه الرياح والطاقه المولده من الشمس، وطبعا يعني كان هذا عرض طيب. عرض والدكتور عبد الله ايضا عرض علينا بعض الدراسات التي اجريت في مجال الطاقه في المملكه. هناك الحقيقه تبادل في مجال الطاقه، لان النهارده ده تحدي. حضرتك ذكرت افتتاح محطة كهرباء في مصر، احنا يمكن الاسبوع اللي فات فتحنا محطتين، واحدة في بنها وواحدة في عين السخنة، ان شاء الله بنفتتح في نهاية هذا العام واحدة اخرى في اسيوط، لان كانت النهاردة من اهم المشاكل او من الحلول من النجاحات اللي ممكن تنسب لهذه الحكومة هي التصدي لمشكلة الطاقة الكبيرة خلال عام. نعم، عندما نذكر الاستثمارات دولتك، الاستثمارات الأردنية باتت تتوسع بشكل كبير في مصر، والآن أصبحنا نرى أيضا استثمارات كبيرة مصرية في الأردن، وهذا شيء يعني مبشر بالخير أيضا، وهذا نتاج بالتأكيد العلاقات الجيدة وتسهيل الاستثمارات. إلى أي مدى سيكون أيضا هناك في تسهيل للاستثمار الأردني في مصر؟ ويمكن بحثت مع دولة عبد الله النصور أيضا أن يكون في هناك تسهيل للمستثمرين المصريين أيضا على الأراضي الأردنية. كان موضوع الاستثمار في كلا البلدين، لأنه زي ما ذكرت هناك فرص تتيح الربح وفرص تتيح التشغيل عمالة. الحقيقة هنا في مصر في مستثمرين عقاريين في البحر الميت في مشروع كبير جدا، وإن شاء الله بكرة هنزوره. هناك أيضا في مجال الطاقة مستثمر مصري عرض اليوم النهاردة أن يدخل في مجال تصنيع وتصدير الكوابل من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتصنيع ما يطلق عليه السمارت ميتر، العدادات الذكية. هناك أيضا مستثمرين أردنيين لهم مشروعات ناجحة جدا في مجال الاستثمار العقاري، في مجال المواني والخدمات اللوجستية. ولكن الأهم من هذا زي ما بقول لك الإرادة إن أي مشاكل تنسف. كان هناك بعض المشاكل الحقيقة يعني استطاعت هذه الحكومة أن تنسف هذه المشاكل وتفتح الفرص كبيرة أمام المستثمر الأردني والمستثمر العربي عامة. يمكن كان هناك اشتراك
من طبعا جلاله الملك كان شرفنا في مؤتمر شرم الشيخ مع وفد رفيع المستوى. كان هناك ملفات كثيره في مجال الاستثمار العقاري، في مجال استصلاح الاراضي، في مجال الصناعه. النهارده كان من المشروعات الكبيره اللي اتكلمنا فيها هو تصنيع الفوسفات. بلدينا فيهم فوسفات، وبالتالي تصنيع الفوسفات وتصنيع الاسمده بالشراكه بين البلدين ده مجال كبير. كان هناك اتفاق بين وزير الصناعة المصري ووزيرة التجارة والصناعة الأردنية في بدء هذا الملف، دراسة هذا الملف فورا إن شاء الله. وأنتم الآن بانتظار افتتاح قناة السويس الجديدة، يعني نتمنى لكم كل التوفيق ومباركة إن شاء الله. جلالة الملك بإذن الله يشرفنا في هذا الافتتاح بإذن الله. دولتك قناة السويس قديش رح يكون لها انعكاس على الاقتصاد المصري وعلى الشباب المصري؟ والشباب المصري كان هو جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحر الميت. دعيني استرسل الحقيقة في قصة قناة السويس، لأنها قصة، قصة أنا بسميها دايما ولا أمل أن أكون يعني أن أطلق عليها اسم رؤية قائد وإرادة شعب. لأن يمكن بعد أيام قليلة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا التحدي الكبير. التحدي كان في حجم المشروع، التحدي كان أيضا في تمويل المشروع، والتحدي كان أيضا في الزمن. الحقيقة هذا المشروع هو قناة جديدة. لما نتكلم على كميات العمل الهندسي، لما نتكلم على كميات الحفر، نتكلم على 180 مليون متر مكعب حفر، نتكلم على في حدود 200 مليون متر مكعب من أعمال التكريك في المياه. وبالتالي كان بجميع المقاييس، يعني مع كل الضغط، يستغرق هذا في حدود لا يقل من 5 إلى 3 سنوات، مع الضغط، مع الإرادة، مع الإدارة الجيدة، كان البرنامج الضغط إلى عام. التمويل، وهي قصة الحقيقة هنا، إرادة الشعب. وأنت تعلمي طبعا الضغط اللي مرت عليه الأيام اللي كان فيها بلا شك في نوع من الضغط الاقتصادي. فإذا الشعب يمول هذا المشروع من جيبه 8.5 مليار دولار في أقل من 8 أيام، فهي هنا نبينها الإرادة. الحمد لله أستطيع أن أقول لك أن هذا المشروع انطلق وقرب على انتهاء. والحقيقة من يعمل فيه سبق الزمن فسبق الزمن، فعلا سبقوا الزمن فسبقوا. هو مش عبارة عن قناة بس، ولكن هي ازدواج لهذه القناة. طبعا زمن الرحلة هيقل، عدد إيراد القناة هيزيد، ولكن هو الفكرة بقى الكبيرة اللي هو المنطقة على جانبي هذه القناة، تنمية هذه المنطقة. وعندما ننظر للخريطة نقول إنها منطقة عبقرية المكان، لأنها في وسط العالم. هناك مشروع كبير جدا، تنمية منطقة قناة السويس، منطقة لوجستية، صناعية، سياحية، سكنية، سياحية. الحقيقة منطقة كبيرة جدا، نتكلم على مئات المليارات من الدولارات تضخ فيها من العالم كله. منطقة تجميع لصناعات كثيرة، لأنها احنا ممكن الدول تنقل أنشطتها بالكامل إلى هذه المنطقة، لأنها طبعا في وسط العالم. فبالتالي هذا مشروع الحقيقة مشروع عملاق بإذن الله، يعني ما يكونش بس خير على مصر، يكون خير على المنطقة كلها وعلى العالم كله. فإحنا مستهدفين إن شاء الله افتتاح هذا المشروع في 6 أغسطس هذا العام، لأن كده يكون مر عام بالضبط، مع بعض المشروعات العملاقة الأخرى في مجالات الطرق واستصلاح الأراضي. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. دائما لما بنقول الرؤى مشتركة ما بين الأردن ومصر، ويمكن على رأسها وعلى رأس الأولويات محاربة الإرهاب. مصر تحارب الإرهاب في الداخل وأيضا على الحدود مع ليبيا، والأردن تحارب الإرهاب. ما هي الاستراتيجية التي تقوم بها مصر الآن، وإلى أي مدى استطاعت أن تقضي على هذه الجماعات المتطرفة؟ الحقيقة كان التحدي كبير، ودايما بقول أن هذا التحدي أو هذا الإرهاب لا دين له ولا حدود له. لأنه لقدر الله
إذا كانت مصر سقطت فالمنطقة كلها كانت فعلا ستكون في وضع في منتهى الخطورة. وبالتالي كتب علينا أن نحارب هذا الإرهاب في إحنا عندنا طبعا حدود شرقية يعني كان هناك اختراق لها، وعندنا حدود غربية طبعا ظروفها إحنا على مساحة طول الحدود بيننا وبين ليبيا 1100 كيلومتر، كل دي تحديات. وأيضا كان هناك واجب على هذه الحكومة أنها تواجه هذا الإرهاب. أنا أقدر أقول لحضرتك أن بالنسبة لتصفية آخر الجيوب، وأنا بقول آخر الجيوب في سيناء، يعني ماشي بمعدل الأمن بيعود إلى سيناء، الإرهاب بيضحك، لأنه كان في فترة معينة كان في هناك اختراق، وكان هناك مخطط كبير جدا لتحويل هذه المنطقة يعني لتكون جزء من الارتباك اللي في المنطقة، زي سوريا زي ليبيا زي العراق زي اليمن. ولكن الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبإرادة الشعب وبوجود قائد فعلا استطاع أن يحمي بلده، الإرهاب مسيطر عليه، الأمن عاد تماما في العاصمة وكل ربوع البلد. من هناك بقى حادث خسيس هنا أو هناك، وده طبعا أنه يضع قنبلة أو حاجة، ولكن ده لا خلاص حتى هذا ابتدى يعني ينعدم. جوه سيناء الجيوب بيقضى عليها، ولكن الأهم من هذا هو التواصل والتطابق في وجهات النظر والتعاون على أعلى مستوى. ده الحقيقة اللي احنا بنعيشها بين الشقيقين الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الأجهزة الأمنية. هناك تنسيق على أعلى مستوى بين هذه الأجهزة لدحض الإرهاب في البلدين وتأمين البلدين إن شاء الله. وعندما يعني نقول بأن مصر الحمد لله عاد لها الأمن والأردن تنعم بالأمن، إذن احنا سنعود لنرى ان شاء الله السياحة تنعم في البلدين. واحنا دائما نقول بان السياحة ما بين الأردن ومصر هي سياحة تكاملية ولم تكن تنافسية، فان شاء الله سنرى السياحة تعود وتتعافى ما بين البلدين، لانه كما تعلم يعني ونعلم والمشاهد يعلم بان هناك العديد من السياح الذين يأتون الى مصر ومنها الى الأردن والعكس ايضا. يمكن ده كان من المحاور اللي النهاردة تحدثنا فيها، تحدثنا في التكامل السياحي، لأن كلانا محتاج إلى مزيد من السياح من السياح، لأن طبعا المنطقة اللي مرت بيها جعلت هناك انخفاض حد. ولكن احنا اتكلمنا على شرم الشيخ واتكلمنا على البحر الميت واتكلمنا على أن يكون هناك نوع من التكامل زي ما حضرتك ذكرتي. يعني ممكن السائح يجي شرم الشيخ ويروح البحر الميت أو يروح بعض الأماكن في الأماكن التاريخية في الأردن، وتبقى هي رحلة واحدة. وخاصة تكلمنا على السياح اللي بيجوا من جنوب شرق آسيا، رحلة طويلة. وإذا كان هناك باكج أو هناك حزمة من المزارات هتكون بلا شك أكثر إغراء وأقل تكلفة، وبالتالي برضو إن شاء الله هيكون هناك اجتماعات بين وزير السياحة المصري وزير السياحة الأردني لتصميم هذه الحزمة. زي ما ذكرت لحضرتك أيضا، حضرتك قلتي ليس هناك أبدا تنافس بين البلدين، هناك تكامل بين مصر والمملكة الأردنية في كل المجالات. فأيضا مثلا خط الطيران الجديد اللي هيبقى بين العقبة والقاهرة بلا شك ده هيكون عامل من العوامل الرئيسية في تشجيع السياحة بين البلدين. مصر الآن تنتظر الانتخابات، الانتخابات بدأ الإعداد لها دولتك، ومتى ستكون متوقع يعني الانتخابات البرلمانية؟ هو بدأ الإعداد، هي الخطوة أو المحطة النهائية في خريطة الطريق. بلا شك احنا كنا نأمل أن تكون في شهر مارس إبريل، ولكن عندما يعني احنا صدر قرار أو قانون الانتخابات كان هناك حكم من المحكمة الدستورية في إعادة صياغة هذا القانون أو الطعن في مادتين اللي هو الدوائر ومزدوجي الجنسية. الحكومة أنهت التعديل، رفعته لمجلس الدولة، وهو ده النظام في مصر، مجلس الدولة بيراجعه، أمل إن شاء الله أن ينتهي هذا خلال أيام، ثم نرفعه السيد رئيس الجمهورية لإصدار القانون، أتوقع بإذن الله. وطبعا
الحكومة لا تتدخل في تحديد المواعيد لأنها مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات، أتوقع أن تكون في خريف هذا العام إن شاء الله. الله، سؤال أخير، دولتك، احنا تكلمنا عن ماذا تقوم به مصر الآن ومصر تتغير، وهذا ذكره سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، من ضمن أيضا الأولويات الإصلاح التشريعي، أين وصلتوا في الإصلاح التشريعي؟ والله احنا في لجنة أتشرف برئاستها اللي هي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وإحنا حاطين أولويات، وكان على رأس هذه الأولويات لأن فعلا مصر تحتاج إلى تنمية، وتنمية مستدامة تحتاج، إحنا طبعا خطنا اللي هو تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات هو الطريق الوحيد للتنمية ودحر البطالة وتوفير فرص العمل، وبالتالي كان على رأس الإصلاح التشريعي هو قانون الاستثمار. تم إصدار هذا القانون، وهذا القانون بعد جهد الحقيقة، لأنه تم دراسة عدد قوانين في دول كثيرة سبقتنا في جذب الاستثمارات، تم صدوره، دلوقتي احنا شغالين في اللائحة التنفيذية، ينتظر بإذن الله أن تنتهي خلال أسبوعين هذه اللائحة التنفيذية، فعلا تجعل للمستثمر أنه يحس بالأمن والأمان، وأنه فعلا يكون يعني آمن على استثماراته، واضح بالنسبة له الإجراءات، تسهيل الإجراءات عن طريق الشباك الواحد، أيضا سياسة ضريبية واضحة لا تتذبذب ولا تتغير، الدخول والخروج كاستثمار بطريقة آمنة، الحقيقة هو ده كان على رأس المواضيع. هناك أيضا في قوانين كثيرة احنا تم دراستها في مجال الأحوال المدنية والإرهاب ودخل الإرهاب وتأمين البلد، كان هناك حزمة كبيرة من القوانين، لأن في قوانين احنا عندنا عدد كبير من القوانين ممكن ضغطها، وفي قوانين يعني مر عليها زمن كبير يجب تحديثها إن شاء الله. يعني كلمة أخيرة، دولة المهندس إبراهيم محلب من خلال شاشة التلفزيون الأردني وأيضا للجالية المصرية اللي موجودة على الأراضي الأردنية. بلا شك يعني هي كلمة إن أكيد إن شاء الله المستقبل بإذن الله بالنسبة للأردن وبالنسبة لمصر زاهر، الإمكانيات كبيرة، التكامل مطلوب، والجالية المصرية عايشة في الأردن، ما شفتش واحد الحقيقة حاسس بغربة، هم عايشين وسط أهلهم وسط إخواتهم، بيعملوا بأمن وبيعملوا أيضا عليهم أنهم يجتهدوا، لأن تنمية الأردن ونجاح الأردن ونجاح عملهم في الأردن ده نجاح لمصر. أتمنى لهم يعني النجاح، وأتمنى للمملكة كل الخير، واسمحي لي أن أشكر الحقيقة جلالة الملك على كريم استقباله وكريم ضيافته لنا، إن احنا من ساعة الوصول وإحنا فعلا حاسين إن احنا في بلدنا، وحاسين بالترحيب، وحاسين ب مع كل رئيس الوزراء وكل الوزراء بدفء هذه العلاقه. انتم دائما اهلنا، واهلا وسهلا بك، شكرا. انا اللي بشكرك.